عليكم. عزيزي المشاهد، لا تنسى الضغط على الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كتاب الحقائق، قناتك نحو عالم الاكتشاف والترفيه. صالح ولد سنة 22 من مارس 1961. كوميدي، ممثل ومقدم تلفزيوني وإذاعي وكاتب سيناريو جزائري. من مواليد مدينة بريف لا غايارد بفرنسا. متزوج من المخرجة الجزائرية فاطمة بالحاج، التي أنجب منها ابنته نسيبة. قام بتقديم حصة إذاعية بعنوان معنا للحياة معنا عبر قناة القرآن الكريم، وأيضا برنامج مسابقات كوميديا فن 2 على التلفزيون الجزائري. السيرة الذاتية. والده رياضي، كان من هواة المسرح منذ صغره. عرفه المشاهدين الجزائريين من خلال الأغنية الكوميدية جلمة. من أجل الاحتراف انضم إلى فرقة مسرحية في البليدة. عندها اكتشف من أحد المخرجين والذي عرض عليه أول دور في فيلم بعنوان. بعدها ظهر في ظواهر وسلوكات ثم سكتشات تلفزيونية. نترككم الآن مع أعماله.